راح مصر جديد أصلا. شبرا يا اسطى. معلش يا بيه أصل مروح. شبرا اتفضل. مفيش فايدة. ما تيجي نمشي شوية ولا حتى نركب اتوبيس؟ ليه الدنيا تلج النهاردة يا شيخة؟ تعالي دي هي مرة والعربية تكون اتصلحت. نفسي امشي شوية. مش انت اللي قعدت تقولي لي نفسي اشوف فيلم من الافلام دي؟ تعرف مش هعرف انام طول الليل. هاخدك في حضني. جميل قوي الفستان ده. لا ده احلى. الله، انت رجعت في كلامك؟ مش قلتي مفيش عيال قبل سنتين؟ الله، وانت لازم تصدق كل حاجة هقولها. او الشارع ده الصبح بيبقى سويه، لو البلد بالنهار فيها نفس الهدوء ده الواحد كده حس ان اعصابه هاديه. بس مشينا البطيء ده هيضيع علينا حتى اخر اتوبيس. تيجي نجري؟ نجري؟ اه نجري. احنا مش جرينا مره واحنا مخطوبين. ياه انت لسه فاكر؟ لا يا عم ده كان جنان. نتسابق. نتسابق؟ اه. واللي يخسر بكره يعمل شغل البيت، يطبخ ويكنس ويمسح لوحده. بتتكلم جد؟ طبعا جد. طب يلا. يلا. ولا بلاش. ايه بقى؟ رجعت في كلامك تاني؟ لا احسن عسكري الدوريه يطلع لنا. طبعا، لا انت قد مسح ولا غسيل. يعني خلاص ضامنه ان انت اللي هتكسبيه. ده انا اللي لازم اكسب. خلاص. هي مسافه قصيره من هنا لاخر الممر. طبعا. لحسن كعب الجزمه يتكسر. مالكش دعوه انت، يلا كده اهو. يلا يلا. واحد اتنين تلاته. فاكره انك هتسبقيني بقى؟ ده كلام. احكي لي كمان مرة اللي حصل بالظبط. ملحقتش اشوف غير حرف الدي ورقم الستة، وبعد كده ما شفتش حاجة. معرفش ان كانوا تلاتة ولا اربعة. ماركتها سبور. ايه بالظبط؟ فيجا. طب ما خدتش بالك من لونها؟ ما لمحتش اي حد؟ الدنيا كانت ضلمه. بلغ الاشاره دي لكل الجهات. لفينا نطاق الاسم كله ما شفناش ولا واحد. كمان لف. ركزوا فيه عند رشاط المره دي. عارف ان التصرف ملوش معنى لكن يمكن. مش هي صاحبها مقاول ومجرشها من الساعة 9 من غير حرف الدي. أنا متأكد إن فيها حرف الدي غير الستة. أفتكر دلوقتي أنت شايف إن كل ده ما منوش فايدة. أنا حبيت قبل ما أريحك أرض ضميري، وما قدمناش غير إننا نمشي مظبوط. أقول إيه للناس؟ أبوها وأمها. أقول لهم إيه؟ يموتوا. طب أنا كل اللي عاوزه منك تهدى كده ونتفاهم. هتروح فين؟ مش عارف. أنتوا مساكنين فين؟ في مصر الجديدة. أستاذ أحمد، فين في مصر الجديدة؟ مدير الأمن لازم يعرف، وزير الداخلية، كل الناس لازم. طبعا ده موضوع ما يسكتش عليه. اطمن. أنا مش عايز أقول لك إني هتجنن، فاهم؟ هتجنن. أنا مش هروح البيت، أنا راجع الاسم ومش منقول منه إلا لما تلاقوها لي. أنا
انا بس حبيت ابلغ سيادتك. هنحاول. مع السلامة. فيها 8 مليون و20 30 الف عربيه، كذا الف شارع وبيت، كذا الف زواق وحاره. عايز تقول ايه؟ صدقني انا مش هنام ولا هتغمض لي عين. انا ساير اكتر منك. طبعا ديكور. اتفقنا ان تدخين مدير للسحب.
سيادة المأمور طلب منا اتصل بيك عشان اطمن عليك. النقيب محمود في طريقه ليك دلوقتي. ما بتردش ليه؟ النقيب محمود في طريقه ليك دلوقتي. ما بتردش ليه؟ ما بتردش ليه؟ ما بتردش ليه؟ ندى ما ردتش على الاسم ليه يا استاذ؟ التحقيق لازم يكمل. استاذ احمد كده مش هينفع. ده موضوع خطير. طب اوعدني لما تهدى تجيبها وتيجي تقول كلمتين نقفل بيهم المحضر. أرجوك يا دكتور قول لنا مالك. نزيف شديد وانهيار. السبب ما نقدرش نحدد دلوقتي، لازم الأول نوقف النزيف. لو سمحت انت عارف ايه اللي حصل يا احمد؟ اجهاض يا ابني. ريحنا ربنا يريح قلبك. في ايه؟ في ايه يا احمد؟ في ايه؟ يا
وبعدين بقى بس خلي حد ياخد البنت دي يشوف لها هدمه تلبسها. ولا هي فرصه بقى كل واحد وواحده ينكتموا. كلم يا استاذ. هو ده كل اللي قالته؟ الشقه دي فين؟ ما قالتش. طب كان شكلهم ايه؟ لهجتهم صعيدي ولا بلدي؟ فلاحين، عرب، افنديه؟ خدوهم بره دلوقتي يا استاذ، ما تضيعش وقتنا، اتكلم. اقسم لك بالشرف ما لحقتش تقول حاجه، لما تخف اسالوها. انت مش بتقول ان اخوك محامي؟ ما تفهمه يا استاذ. يا احمد لو في حاجه قولها. صدقني هو كده. انا في الاول ما كنتش عايز اتكلم، لكن دلوقتي خلاص. عموما انا هسيبك لضميرك. هاتوا الدغارة. وازاي ما تاكلش غير دلوقتي؟ انا كنت عارف انهم طلبوني عشان كده. في حكمة بتقول اذا نار البركان طلعت اديها ظهرك واجري، لان اللي بيقف ويفكر دايما بتصيبه حاجة. انا رجلي اتكلبشت في الارض. يبقى هتجني على نفسك. اسمع يا احمد، فاكر لما كنت بتقول ان انا وانت غير اخونا طلعت، وان كل واحد بياخد نصيبه؟ هو دلوقتي بره واحنا هنا. هو متجوز وانا بقيت صاحب عيال. احمد عاوزك تفهمني كويس، كل شيء ممكن يهون لو الواحد عارف ازاي يتغلب عليه. انا الكلام مش سايفني، لكن انا واثق انك هتقدر تعدي الازمه دي. ازاي؟ فكر في حاجه واحده بس، انها محتاجه لك. واللي عملوا كده ايه؟ في ايه يا احمد؟ افتكرتها بتتعاكس. حاجة غريبة، امبارح بالليل قفلت المكتب وتمشيت شوية في محطة الرمل، قعدت في محل علي بابا وشربت ازازة بيرة، وبعدين روحت. سوسو بنتي هي اللي كانت صاحية، قالت لي اتعشى يا بابا، قلت لها ماليش نفس، ودخلت اوضتي مديت على السرير. تصدق جالي كابوس وانا صاحي، حسيت ان في حد بيخنقني. نطرت من على السرير وقلت والله ما انا مسافر، خفت يجرى لي حاجه وانا في الطريق. طبعا قلت يا واد بلاش كلام فارغ، انت هتصدق برضه الحاجات دي عشان انزل لك و تسيبني عمال اتكلم لوحدي من الصبح؟ يا اخي خد ودي معايا، فضفض عن نفسك، انا اخوك. طلبت مني من يومين نروح السينما، كانت شافت اعلان فيلم في التلفزيون. امبارح سالتها حقيقه عايزه تروح الفيلم ده؟ قالت ايوه. بعد شويه سالتني مالك تعبان؟ ما كنتش تعبان ولا حاجه، بس الحقيقه افتكرت ان اليوم ده يوم الخميس، اليوم اللي كل من هب ودب بينزلوا فيه البلد، عشان كده ما بحبش انزل فيه ابدا. بس عشان وعدتها ما حبيتش اقولها لا، قلت ما فيش داعي، هي جت على الخميس ده بلاش تزعلها. انت ما اكلتش حاجه؟ يلا بينا.
هتروح فين؟ مش عارف. تعال نروح. مش قادر. بعدين هين عليا انام في الشارع. روح يا احمد ما تبقاش صغير. فين عربيتك؟ عند الميكانيكي بتتصلح، هروح له. كان المفروض استلمها من بدري. طب انا عندي في مشوار اخلص شغلانه. طيب خد مفتاح ندى، هاجي لك على البيت. انا حاجز على بولمان بكره. العجلة ترجلش كويس قوي، تقدر تجري بيها زي ما تحب. معلش يا باشمهندس، اصل الكوريك بيفوت شوية. احمد اوعدني انك هتروح شغلك بكره كأن مفيش اي حاجه حصلت. ادخل. اهلا يا باشمهندس. اهلا يا فندم. في حاجه يا احمد؟ عايز اجازه. انت عارف انت بتطلب ايه؟ مين اللي هينفذ بقيه تصميمات المدارس؟ اي حد تاني. انا مش قادر. ايه اللي حصل يا احمد؟ طلب الاجازه انا سيبته عند السكرتيره. يا باشمهندس. لا يا اخي بدل ما تقولها دوروا انتوا بنفسكم. انتوا ليه مش عايزين تصدقوني؟ ليه؟
بره عن سكتي لازم ادخل اشوفها. استاذ احمد انت انسان متعلم. امال خليته يدخل هنا ليه؟ غصب عني، كان لازم اخليه يشوف ان حالتها ما تسمعش. ولا خفت؟ استاذ احمد ابعد من طريقي. احمد سيبني يا طه. تعالى هنا. سيبني بقول لك. نعم خلاص مش قادر تميز. اسكت. انا خلاص لقيتهم ومش هسيبهم ابدا. الحقنه اشتغلت ونامت الحمد لله. استاذ احمد تقدر تشوفها دلوقتي لكن من غير ما تكلمها ولا تصحيها. لقيت مين؟ العيال. فين؟ شفتهم في التحرير. شفت العربيه ولقط النمره. يا نهار ابيض. مستني ايه؟ يلا بينا. على فين؟ فين؟ روح القسم. طب يا اخي بدل ما كنت اتخانق مع الضابط كنت اقول له. هتفضل كده؟ امسك اعصابك شويه. اهدى اهدى. ايه ده يا طه؟ انا مش فاهمك يا احمد. مش يمكن اكون غلطان؟ طب افرض ان انت مش غلطان وطلعوا هم العيال. يلا بينا نروح القسم. بس انت ما تشيلش هم. عندك فكره لو طلعوا هم هيجيبوهم ازاي؟ من الرقم في المرور طبعا. ولاي حد؟ بس لازم تعمل محضر في الاول. وانت هتعمل كده ليه؟ أفندم بيانات لو سمحت. كنت عايز أعرف مين صاحبها الأصلي. عملت محضر وجبت تأشيرة رئيس القسم. العربية صاحبها الدكتور حسن الطاروتي 13 شارع المعز سراي القبة. اتفضل. متشكر.
باي. باي. النزيف واقف. استاذ احمد في تليفون عشانك من اسكندريه. يا احمد انت سامعني؟ روح القسم ما تضيعش وقت. انا مش فاهم ليه ما روحتش لغايه دلوقتي. ما بتتكلمش ليه؟ بعدين. بعدين ايه؟ مستني ايه؟ اكبر للموقف. دول مش شويه عيال عكسوها وهتربيهم. دي جريمه. ولا اوعى تكون اوعى مخك. اسمع انا عارف برضو يا احمد انك عاقل. المكالمة هتنتهي. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. صباحك معسكر. فاكرني؟ انت مين؟ عاوز ايه؟ اوعى! Thank you.
حد شاف اللي حصل؟ كان بيجري زي المجنون فرح ضربه. ما خطاش الشارع يبقى تبعكم. استلم يا عم. طب يا اخوي اطلب زينه. انت تدينا عربية يا جدع. وايه واقفة قدام باب الجراج؟ ما تشوف الامين حسين بتاع المرور يفقعها مخالفة. ماركتها ايه دي؟ دي فيجا. الله ايوه سياره فيجا رقمها 66711 وجدت في شارع عدلي. يشتبه في ان تكون السياره المبلغ عنها في المحضر. ابقى شوف رقم المحضر والتاريخ لحسن مش فاكره. وبلغ محمود بيه مستني منك الرد. حاول الشارع بخصوص العربيه الفيجا اللي خطفت الست. دوريه لاسلكي طالبه الرد وكان عايز كمان تبلغ محمود بيه. محمود بيه جنبه في شارع فؤاد. خليه يلحقنا. علي يا معلم في جيبك. انا عارف ان هي معاك في جيبك. لا انا متاكد ان هي في جيبك. لا طلع ما فيش. مش مطلع حد. اوعى حد ابزه. ايه اللي انت بتعمليه؟ اوعى حد امين. ايه ده؟ يا ابني يا ابني يا ابني. مش فاهم حاجه. ايه اللي ساكن في فيلا لوحده واهله بلد عربي ومفيش حد في الفيلا؟ فين بقيه التحريات؟ مفيش فايده. لا يظهر لازم اروح انا. قول لسرار القبه متشكرين. يا سعاده البيه انا بقالي 20 سنه في الحي ده ما شفتش ولد بايظ بالشكل ده. لما ابوه سافر الكويت وسافر معاهم ما كانش حد مصدق ان المصيبه دي اتزاحت من هنا. لكن على مين؟ هو اسبوع وبصينا لقيناه طابب وسايبهم هناك. ومن ساعتها وهو غالبها كرخانه. اهم الثلاثه دول اللي كانوا معاه على طول. تعرفهم؟ الواد الميكانيكي ده اصله صاحب ورشه قريبه من هنا. لكن الاثنين التانيين دول ما خبرهمش يا بيه. اطلع المستشفى. مش قبل اسبوع علشان نقدر نقرر حاجه. النزيف الجديد ده لخبط الدنيا. وجوزها عامل ايه؟ الراجل ده قرب يتجنن. النهارده جاي لوحده بدري قوي وساكت خالص ما بيتكلمش. معذور. ادخل في الموضوع. أنا آسف. دي قضيتي ولازم تفهم إني هوصل لهم. هيتسجنوا؟ مش كفاية. العدالة تاخد مجراها الأول. 7 ولا 10 سنين؟ طز. إيه الفايدة؟ المهم نوصل لهم. ده أنت لازم توصل لهم. أنت لسه ما فهمتنيش. أنا فهمتك. لكن كل ده مش مهم. أمال إيه المهم؟ كل واحد بيرتكب جريمة زي دي لازم يموت. معاك. وناس كتير لازم تاخد جزاءها. فعلا. بس امتى وازاي؟
وهل معقول نستنى ولا نعمل اللي علينا؟ نعمل اللي عليك. تعرف انها كانت في بداية حملها وما قالت ليش. عرفت، الدكتور قال لي. الصبح تخيلت بيك في شارع الجمهورية. انا؟ مش مهم مجاز حد يشبهك. كنت رايح اشوف حادثة عربية، شاب عنده تقريبا زي 22 سنة شايل حبوب هلوسة. تصور جابها ليه وازاي، وكل يوم من ده وغيره. لما ابتديت افهمك عرفت انها جت في واحد مش هيقدر يستسلم لها. انا حاربت. عارف يعني ايه حاربت؟ ادي المأمون اللي عمر ما هيجي من ناحية ضرر. ده احنا سايبينه مروح. يعني لو كانت الرخص في المحفظة بدل ما هي في التابلوه كانوا عرفوا انه عنده عربية ووصلوا للشنطة. كنا ضعنا. البيعة هي اللي كانت هتضيع. احنا مالنا؟ احنا اصحاب لكن نعرف منين هو بيعمل ايه؟ وايه يضمن ان الشنطة في العربية وما خليهاش في البيت؟ لانه ملحقش يروح. ده بين الحادثة وبين ما سيبناه ما يجيش ساعة. طب فين العربية؟ هو ابن كلب مش راسي. تلاقيها طلعت في دماغه وينزل البلد عشان يفطر. اصله ابن ناس ركن في حتة جه يعدي خبطته عربية ومحدش شافه خارج من العربية. تركب دي؟ هو كده. هنروح فين؟ نلاقي العربية. معقولة؟ أكيد سابها قريب من الحادثة. هنا ودع صاحبنا. يعني هيكون سابها فين؟ ما فضلش غير عدلي. أهل فيجا. وقفتش ليه؟ ده كمين والله العظيم. ده كمين ما جابوش سيرة العربية عشان يجروا رجلنا. ندور عليها نيجي ناخد الشنطة يروحوا كابسين علينا. بجد يا راحت؟ انا مش داخل. خلاص غور. اغور بس على شرط. لو جت تبقى انت بره. بضاعتي شقى العمر. بس افرض ان العربية كانت مقفولة. عمر ما عربية عصلجت معاها. وحنرجع لأيام الشقاوة. Thank you.
الخير. مساء الفل. خليك زي ما انت. مين؟ زبون اخر الليل. سهران يعني الليلة دي. ما انت عارف الصبيان بتوع دلوقتي بهوات مش بتوع شغل، وفي ميعادهم يفكوا. اه اي خدمة به؟ عربيتي. مالها؟ كويسة. خليك زي ما انت، اصل خطفت فيها انا وتلاتة اصحابي واحدة من جوزها. ويا ريت بس على كده، ده انا في عصابة بتبيع حبوب الهلوسة، بس دلوقتي لا هتخطف تاني ولا هتخلي الناس تهلوس. خليك زي ما انت. مبسوط يا عم؟ عشان ما تقولش سرايا القبه مش عارف ايه. شبهه الجنايه موجوده، في بطح في قصب رجليه الاتنين، زي ما يكون واحد ضربه عليهم عشان يعجزوا. الكوريك سليم مش ممكن يفوت، ده نزل بفعل فاعل. مش جايز هو اللي نزله وما قدرش المسافه؟ وضع الجسم بالطريقه دي مش ممكن لايده توصل الكوريك. على العموم تقرير الطبيب الشرعي والبصمات هيوضح. ملازم اول يوسف طالب سيادتك. عاوز صوره من المحضر والبصمات وتقرير الطبيب الشرعي. الموضوع وراه حاجه. ماشي. ايوه يا يوسف. ابو الشاب اللي خبطت له العربيه في شارع فؤاد وصل من الكويت، وفي حاجه غريبه، طلع عنده عربيه فيجا. ايه ده؟ فيجا شاريها من السنه اللي فاتت، وكان الواد بيركبها والاب مش لاقي العربيه. لما ادانا نمرتها هتستغرب اكتر. طلع الامين عبد المعطي في الدوريه السياره، لقاها واقفه في شارع عدلي ساعه ما كنت بتشوف الحادثه، بلغ اشاره، فكروا انها العربيه اللي خطفت مرات المهندس. ما وصلتنيش. الملازم ايمن هو اللي خدها وقال له يروح لك، لكن اتعبها وايمن نسي يقول لك. وجبتوها دلوقتي؟ بس وفي موضوع تاني هقول لك عليه لما توصل. انا جاي حالا. الاستاذ حسن الطاروطي يا ابو الولد. كانت فين بالظبط؟ في وش الممر في شارع عدلي. يبقى كان راكبها بس رقم. ما هو ده الموضوع التاني. في اتنين مش قادرين يثبتوا كانوا فين ليله الخطف. ايوه بس الشاب ده والتلاته اللي كانوا معاه. لكن دول مرعوبين قوي من ساعة ما جبناهم، وهتشوف. حضرتك تقدر تتفضل، لكن العربية لسه مش هتقدر تستلمها دلوقتي. جدعان احنا عملنا ايه؟ ساعتين يا دوب هما اللي عرفت اسرقهم وراجع على طول. عندي شغل متلتل. وجيت ليه؟ أشوف عملت إيه. في إيه؟ في حكاية العيال اللي قلت إنهم بلغت البوليس؟ مش مهم. مش فاهم. قصدي إنه خلاص. برضه مش فاهم. رحت وما لقيتهمش. رحت؟ رحت فين؟ لأصحاب العربية. جبت العنوان من إدارة المرور. وعرفت منين انهم مش هم؟ كل شيء كان باين. كلامك غريب قوي يا احمد.
يعني ايه كل شيء كان بعين؟ انت بتضحك عليا ومش حلق دقنك ليه؟ انا ما نمتش طول الليل. دوشة روق كده وتعالى معايا، أصحابك مستنيينك. مين اللي كان بيكلمك؟ انا رايح المستشفى. جاي معايا؟ طبعا جاي. بصراحه يا احمد تصرفاتك بقت تخوف. ارجوكم تبعدوا دلوقتي، احنا ما صدقنا. احتمال لو شافتكم ما ترضاش تاكل، محدش يعرف. في امل يا دكتور. ان شاء الله. رحت فين؟ مش قادر اشوفها بالشكل ده. انت مش هتمسك نفسك شويه بقى؟ عاوز ايه؟ نيجي نزورك انت كمان؟ ما انت بتزورنا اهو. هتتجنن؟ وايه الفرق؟ انك لسه بعقلك. اللي حصل لو نسيت نفسك شوية ممكن. اللي حصل ما يصدقوش الا واحد مجنون، وانا صدقت. عارف عملت ايه عشان اصدق؟ رسمت خط بالطباشير على البلاط وحاولت اعدي من تحتيه. وعرفت تصدق؟ اصدق؟ ما هو كلام مجانين. لا يا احمد لا، ده انت الكمال والعقل كله، انت اللي طول عمرك العيله بتشهد لك. تعالى يا احمد تعالى. يا سعاده البيه، انا ابن ناس برضه. انا ابن عبد العظيم مخلوف من كبارات تجار الخرده في الوكاله. معقول اعمل كده؟ لا احنا جدعان برضه. لا انا اللي 100 بيت مش يبوسوا جزمتي، لا يبوسوا عجله عربيتي. اعمل كده برضه؟ قول كنتم فين ليله الحادثه؟ كنا سهرانين مع بعض، والمعلوماتك حسن كوبا والدرابوكس عيال نضاف، اسأل عنهم دول بياكلوها بعرق جبينهم. حسن يا كوبا بتشتغل ايه؟ بشتغل على تاكسي بتاع ابوه وبنتاجر. في اليوم ده كنت مريح وسهرتم مع بعض وعرفناه فين. اسكت انت ما تتكلمش. Thank you.
الو، مدير المحطة موجود؟ ايوه، دقيقة واحدة هندهولك. طيب متشكر. انا بقول هو اللي اتصل، عرف ان الشنطة اتاخدت وشاف البضاعة في السوق فرجع زي الكلب عاوز يبوس الايادي، لكن انكسف ما قدرش قفل. بقول لك ايه، سيبك، النهارده عرفت واد تلميذ في ثانوي ابن ناس كان بيموت في المحطه، لقيته يجي منه غاوي بقى، وانت عارف تلاميذ المدارس وتلاميذ الجامعه. استنى تعال. ايه دي؟ هدية هتعجبك من واحد بيحب. مين اللي اداك دي؟ واحد في عربية ومشي. خد. الو، تصدق شفت عمل ايه؟ يا زول يا زول، بعت لي هدية عربون المحبة، عاوز يحنن قلبنا عليه، ده نظام عيال والله. اسمع، أنا مروح البيت شوية وحفوت عليك بعدين. سلام. معقول يبوظ؟ احنا لسه مكلمينه. حاول تاني، وان ما عرفتش اتصل بالمستشفى جايز راح لها. ايوه يا حسن يا كوب، اهو كده الصراحه حلوه. كنتم في الهرم فين؟ في كازم. اسمه ايه؟ لازم. طبعا لازم، اصل ما عدناش كتير ومشينا. مش مهم الاسم يا سيدي، حد يشهد على كده؟ لا. طب رحتم فين بعد كده؟ يا حسن يا كبة ما تلعبش بيا، ده احنا اللي خلينا السمك يشر عرق، انما انا هطلع عينيك للصبح وشرق. ايه؟ حاجة تانية؟ عبوة نسفة، يعني مش أنبوبة. بعتوا سلاح المهندسين؟ خبير المفرقعات زمانه جاي يا فندم. لما قلت لستك إن في سر ورموت الاتنين كان معايا حق، دلوقتي بقوا ثلاثة والرابع أنا خايف يكون في السكة. وهتعملوا إيه؟ هنحقق ونبلغكم أول بأول. Thank you.
رايح فين يا استاذ احمد؟ ممنوع. ارجوكي. مش ممكن ده. دقيقتين بس اقعد معاها لوحدنا. طب من غير ما تصحيها. حاضر. ندى حبيبتي اوعى تكوني زعلت مني ساعة ما جريت على البلكونة وافتكرت انك رميتي نفسك. مش عارف ازاي انا فكرت التفكير المجنون ده. صدقيني سامحيني نادى. كلميني. لسه زعلانة؟ طب أنا هقولك على حاجة اثبتلك صدقي. أنا عملت اللي محدش قدر يعمله قبلي. أنت أمتلك من اللي عمله معاكي كده. دفعتهم التمن غالي. عمرهم. موتهم. ندى انا محتاج لك. طيب بلاش تغفري لي. بكره الايام هتصلح اللي اتكسر. لكن دلوقتي في واحد رابع خايف يكون مظلوم. كانوا ثلاثة ولا أربعة يا ندى؟ جاوبيني. أنا ما شفتش غير ثلاثة بس. كانوا ثلاثة ولا أربعة؟ أنتِ عارفة ده معناه إيه؟ كده برضه يا أستاذ أحمد. أنا خلاص؟ متفقين ما تتكلموش؟ بلاش تتكلموا. هو جوزها مش هيتعرف على اي واحد منكم؟ بلاش. لسه تقرير الطبيب الشرعي. مش هيلاقي ولو شعره من شعرها في العربيه. خبير البصمات مش هيطلع صباع ولا صباعين من صوابعها. معلمين على الفرش. ما افتكرش تكونوا غسلتوا الفرش. ها؟ مفيش داعي يا فندم قبل ما تاخد تصريح. مش هستنى التصريح يجيلي بعد ما تكون ريحته طلعت. وانت خلاص اتاكدت؟ طب راح فين؟ تليفون بيرن على الفاضي. مستشفى مفيش، اهلها مفيش. هو معقول يسافر لاخوه يسيبها؟ اي واحد مطرحه ممكن يعمل اي حاجه. اكسروا الباب. مفيش حد. في واحده ناقصه أكيد، ولا يبقى عندي عمى ألوان. تقصد إيه؟ ركب واحدة؟ وليه؟ مستحيل. دلوقتي بس فهمت. مش معقول، حاجة تجنن. اطلع القبة. حاضر. طلعت إيه؟ هي إيه؟ العبوة. قنبلة. فين التقرير؟ عندهم. لسه يا دوب عارف دلوقتي بالتليفون. وما كلمتنيش ليه؟ على مالك شوية وأنا لسه لحقت. دول بيقولوا إنهم بيحللوا الشظايا وهيبعتوا صورة للمباحث الجنائية. وعرفت منين إنها كانت مدهونة؟ لأننا عرفنا جت منين. منين؟ ما تقلقش. كل حاجة هتجيلك مكتوبة رسمي. رحت اودي البيضات الغسيل، رجعت لقيته معاه. ايه؟ لقيته عاوز يصحيها. يصحيها ليه؟ ما سمعتوش اللي هو بيقول لها كلمة كانوا تلاتة ولا أربعة، وطبعا هي مش دريانة. ها؟ دخلت عليه وخرجته. وراح فين؟ مشي من بدري. كلم يوسف قول له ما يفارقش بيت الواد بتاع البوتيك، هيقتله وراخر.
يقتل مين؟ هيجي لك واحد ارجوك تسمح له ياخد بصمته عشان نضيعها. بصمه مين؟ بصمه مراته. لما حد يرد انا هاني. فين كرم؟ امبارح قال انه جاي لي وما جاش. احنا بطلنا بيع النهارده. يلا مش عايز اسئله. ما تعرفيش تبصيلي كده. انت حيوان انت. اطلعي من ورا الريون. يلا يلا. وانت كمان يلا روح. انت كمان. انت مين؟ بوليس؟ لا لا مش باين عليك بوليس. طب عاوز من ايه؟ تكلش انت بالبتاع بالبتاع لموت كرم؟ طب ليه؟ انا ما عملتش حاجه. دلوقتي هتفهم ليه وهتروح لاصحابك لو كنت منهم. انتوا مش كتمتوا نفسها بمنديل برضه؟ قدامك دقيقه واحده هتقول ان كنت معاهم ولا لا، وان ما قلتش حمله بطنك بدول. انا لسه واصل يا فندم، لقيت الباب مقفول ومعلوش قفل. هموتك وانا شاكك، لكن انت السبب. حطوا في ايديك كلبشات. اللي كانت في العربية الإبهام، ودي أختها. شكر. أنا بقى مش زي النقيب محمود. النقيب محمود طيب وماشي بالأصول، والأصول بتقول مادام لقينا الدليل وانتوا مش عاوزين تعترفوا نودي بقى كل حاجة النيابة، والنيابة تتصرف بمعرفتها. لكن أنا بقى بصراحة ما أحبش كده. أنا أحب أطبخ وأودي كل حاجة جاهزة أكلة كده، وكيل النيابة يحب ياكل صوابعه وراها. اتكلمنا يبقى يا دار ما دخلك شر، ما اتكلمناش عاديكم بقى. افتح المحضر. وقد سألنا سمير عبد العظيم مخلوف ما قولك فيما تبين من وجود بصمة الأصبع الإبهام اليمنى للسيدة ندى جمال الدين
على المقعد الخلفي لسيارتك. أجاب. معلم عبد العظيم مخلوف تاجر الخردة ابو الواد. ضربت الأنفاس التمام، طلعتوا بالعربية، عجبكوا الفيلم، لمحتوها وانتوا داخلين وهو معاها. بصراحة كانت حلوة قوي. خلص الفيلم. الواد حسن كوبا في حتة في الفيلم فيها بنت بتتخطف، قال يا حبيبي اهي البنت اللي شفناها برة هي الأخرى عايزة الخطف. وبعدين لقيناها في وشنا. الواد حسن كوبا مقدرش يلم نفسه، قعد يقول قشطة يا جدع جنينا كلنا، ضربوكس صمم نمشي وراهم يملى عينه منها. لغاية كده وانت مالكش دعوة. ماشي. وبعدين بعد شوية لما دخلوا الشارع الضلمة الواد حسن كوبا قال بنت دي مولعة، مش مراته، دي واحدة صيدة. في الأول ما كانتش داخلة دماغي، لكن بصراحة لما ابتدوا يجروا ورا بعض ابتديت أصدق. أصل الست من دول هتجروا ورا جوزها ليه؟ ما عندهم البيت يجروا فيه زي ما هم عايزين. الولد ضربوكس طاقت في دماغه وقال بصراحة أنا مستخسرها فيه، ده باين عليه جدع خيخة. حسن كوبا كمل وقال تيجي ناكلها منه. الكلام ده قبل ما يجروا ولا بعده؟ لا قبليه. وقوام اوام لقناهم بتسفقوا من هنا لاخر الممر. طيب يلا لحسن كعب الجزمه يتكسر. مالكش دعوه انت يلا. ضربوكس راح ساحب مفتاح انجليزي من العربيه وقال انا هروح الف ادخل ممر من الناحيه التانيه، واول ما هيوصل هسحبه على جوه وهبده هبطه صغيره على قده. بقى ده كلام تكونوا انتوا دخلتوا عليها وتكمموها بمنديل عشان ما تصرخش. استعجلت يا احمد قوي، بس انا عمري ما هقول يا ريتني. ليه يا احمد؟ ندى سألت عليك النهارده.